اخت، شنو المشاكل والعراقيل اللي كتلقاوها هنايا في الطب؟ خويا كنلقاو صعوبه ديال الطاكسيات، ما تيكونوش الطاكسيات نهائيا، كتبقى تسنى حتى ثلاثه سوايع ونص، كاين اللي ما تيلقاش كاع فين يركب وكيمشي على رجليه، وخصوصا نهار اول مره فاش داروا الطاكسيات ثلاثه ديال البلايص، يعني كاع الناس مشاو كاع على رجليهم، وخصوصا فاش اول مره داروا كاع تسعود عاوتاني، كاع الصف تقريبا كله مشى على رجليه، حبسوا الطاكسيات في البراج ما خلاهمش يطلعوا، يعني على الاقل لما دام اختاروا هذا القرار ديال تسعود يزيدوا على الاقل، يعني الترانسبور ما يساليش حتى هو مع تسعود، على الاقل ال 11 حتى هو كيقول لك تسعود كلشي يسد، بالنسبه اللي خدام كيسد مع تسعود ما عادش غيوصل للصف، يعني ما يمكنش، والصف يعني كثير، الطاكسيات ما تيبغيوش يديو، كيخليو الصف د الواد هو الاخراني، يعني بصعوبه بزاف، وحنا دابا باقي لنا شي هنايا شي ساعتين وحنا واقفين كنتسناو وما كاين حتى شي حاجه. المشاكل اللي كتلقاوها مع هذا القرار هذا اللي اتخذ الحكومه؟ خويا المشكل اللي كيلقى اي مواطن مغربي كما كتلاحظ دابا انت، شوف ام ديال عباد الله واقفه، صور اخويا وشوف الناس كتسالي مع سعود، ترونسبور كيسالي مع 8، كنبغيو اخويا نوصلوا على ديورنا حتى حنا ونوجدوا عشيواتنا ونجلسوا مع وليداتنا، واخويا انت كتشوف الحاله راه كتعبر على كل شيء، وهذا يعني الا كنا حنا فريمون مواطنين او كيحسبونا كمواطنين، المهم يكون شي قرار اللي يحفز الناس يزيدوا يحبوا هذه البلاد هذه ويزيدوا يضربوا تماره فيها، ما يمشيوش يغرقوا بحال ايتها الناس. راه لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، لا ما بقيناش فيهم حنايا غيبقاو فيهم الامهات الدراري الصغار، راه الا مشيتي اخويا من هنا لقدام غيبان لك امه ديال البشر غاده على رجليها تلسلع، واش هما قالوا لهم ديونا فابور؟ غيوجدوا الترونسبور وغادي نخلصوا، راه الناس كامله برزقهم باغا تخلص. وفين هو اخويا الامن؟ على الاقل ها هما البوليس واقفين هنايا يديروا شي حركه، يجيو يوقفوا الطاكسيات، يوقفوا ترونسبور، يوقفوا خطاف، يوقفوا اي لعبه، يعاونوا الناس. واش الناس كتسالي مع تسعود؟ ما كتوصل لدرجه 11 11 ونص. ورا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، حنا ما قلنا لهم حتى شي حاجه. الترونسبور اخويا. ورا نكملوا معاهم، راه المغرب بلادنا. ولا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله وشكرا. انت خويا كتسالي الخدمه؟ كنسالي اخويا مع تسعود. ما كيطلقونا لا انا ولا هاد الناس ولا عباد الله، ما كيطلقوهم الناس حتى لتسعود، لان كاين ضرر في التجاره، كاين ضرر في كل شيء. يلاه بداو كيدخلوا شويه ديال لي توريست، كناكلوا معاهم شويه ديال الطرف ديال الخبز، والناس مكيسه على جيبها، وراه هادشي اللي كاين. قالتي واش كتلقاو الترونسبور؟ واش نقول لك، صعوبه كاينه الحمد لله، واش غنديرو؟ صعوبه كاينه بحال دابا، بالنسبه اش نقول لك، من هنا كنتسناو من هنايا راه كلشي راه جاي جوج سوايع ولا ساعه ونص، حنا كنتسناو ساعتين نتوما كتسناو الترونسبور؟ ولا ساعه ونص حنا كنتسناو. بالنسبه لي انا رجلي ضاريني، ما كنقدرش نوقف هنا بزاف، والطاكسيات ما كيبغوش يهزوا الناس. علاش؟ كيمارس اللي جا كيمشي خاوي، وراه كيعمرو من الفوق ليه وكيخليونا حنايا كنتعذبوا. واش نديرو؟ لا، شنو الراي ديالك في هذا القرار هذا اللي تاخذ؟ ايوا نتمنوا يرجعوا كما كان ال 11 احسن، ولكن نطلبوا ربي يرفع لنا هذا الوباء والامور ترجع لمجاريها الحمد لله. باش تقول لي الناس مشاو على رجليهم تنسلا؟ راجلي انا مشيت تنسلا على رجلي شي ثلاث مرات والله العظيم، ثلاث مرات هو كيجي مريض رجليه ضارينه، شنقول لك الله يصايبو صافي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.